بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله الذين من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزك وبارك على رسول الله وآله الأطهار.